مرحبا بكم في موسم جديد من برنامج عالم الطاقة. نناقش في حلقة اليوم منطقة الشرق الأوسط وأهميتها لأسواق النفط العالمية. أسعار النفط الملف الأبرز الذي لا تنفك الأسواق العالمية عن مراقبته دائما وأبدا، خصوصا مع أي توترات جيوسياسية في المنطقة قد تؤدي إلى عرقلة إمدادات الخام. في عالم الطاقة أيضا، الطاقة المتجددة بين المستهدفات والواقع خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. تتزايد الجهود العالمية نحو الطاقة المتجددة والنظيفة يوما بعد يوم للحد من التغير المناخي، فالخطر على الأبواب، حيث سجل العام الماضي ثاني أشد الأعوام سخونة وجفافا في التاريخ. دائماً ما تكون أسعار النفط هي أول من يتأثر بتصاعد التوترات الجيوسياسية، تحديداً عندما تكون هذه التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ففي بداية هذا العام قفزت أسعار النفط بنحو 9% بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولامست بذلك أعلى مستويات منذ سبتمبر الماضي، تحديداً منذ الهجمات التي حدثت على منشآت نفط تابعة لأرامكو في السعودية. وفي ذلك الوقت كان هناك تجاوز لمستويات أسعار النفط 70 دولار لأول مرة منذ مايو. طبعا لتوضيح أهمية المنطقة لأسواق النفط يكفي أن ننظر إلى حجم الإنتاج. إنتاج النفط في الشرق الأوسط يصل إلى نحو 23 مليون برميل يوميا، أي هنا نتحدث عن نحو 22% من إنتاج النفط العالمي. هذا يعني أن المنطقة فعليا هي تشكل عصب لإمدادات النفط في العالم. لا ننسى هنا الأهمية الكبيرة لمضيق هرمز في أسواق الطاقة، فمن خلال هذا المضيق يمر نحو 17 مليون برميل من النفط يوميا، 80% منها تذهب إلى الأسواق الآسيوية. في الوقت نفسه عبر المضيق ذاته يمر حوالي ثلث إمدادات العالم من الغاز المسال. في الفترة الأخيرة أضافت تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق بعد جديد في ارتباط أسعار النفط بالمنطقة، تحديداً من ناحية القلق على تراجع إمدادات النفط العراقي. العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، إنتاجه يتجاوز 4,600,000 برميل يومياً، يعني نحن نتحدث عن حوالي 4% من معروض النفط العالمي. ولكن لماذا لا تستمر هذه الارتفاعات لفترة طويلة؟ نناقش معاً عدة عوامل تقلل من مخاوف الأسواق في الفترة الراهنة. أول هذه العوامل بداية وجود طاقة احتياطية إنتاجية أو فائضة في العالم بإمكانها التعويض عن أي نقص محتمل في الإمدادات. بحسب تقديرات بنك يو بي اس، فإن أوبك وروسيا يمتلكان طاقة إنتاجية احتياطية بحوالي 3,300,000 برميل يوميا ممكن ضخها فورا في الأسواق عند الحاجة. أما ثاني الأسباب فهو وجود فائض من المعروض النفطي في الأسواق. فعلى الرغم من أنه أوبك توجهت نحو تعميق خفض الإنتاج بنحو 500,000 برميل يوميا في بداية هذا العام، لكن لا تزال وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار الفائض في المعروض بنحو 700,000 برميل يوميا في Q1 الربع الأول من 2020. هذا الفائض يأتي بالدرجة الأولى من نمو إنتاج النفط الأمريكي الذي صعد بشكل قياسي في السنوات الأخيرة، غير بذلك خريطة الإنتاج النفطي بشكل كامل. فالولايات المتحدة الأمريكية هي الآن أكبر منتج للنفط في العالم بحجم اقترب من 13 مليون برميل يومياً، أرقام نهاية 2019. كاميرا سكاي نيوز استطلعت آراء الخبراء حول آخر تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق النفط. نتابع. في الفترة الأخيرة عملت دول كالسعودية ودول أخرى في أوبك على توفير طاقة إنتاجية احتياطية فائضة، لذلك عند حدوث التوترات الجيوسياسية نلاحظ استقرارا في أسعار النفط. لقد قمنا ببعض الأبحاث ووجدنا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تقلل من أي تحركات كبيرة صعودية أو هبوطية على أسعار النفط.
أعتقد أن الأسواق تجاهلت التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. شاهدنا الكثير من المقاومة عند وصول النفط لمستويات $70، وواجهت الأسواق صعوبة في تجاوز هذه المستويات. لذلك علاوة المخاطر محدودة نسبيا، وذلك يعود برأيي إلى مخاوف وفرة المعروض التي تسود الأسواق حاليا. العوامل السياسية على طول لعبت دور بأسواق النفط، خصوصا إذا كانت عم تتعلق بمنطقة كتير مهمة لإنتاج وتصدير النفط اللي هي منطقة الشرق الأوسط. يعني نحكي نحن على من أكبر منتجين ومصدرين للنفط بالعالم، كان من السعودية، كان من العراق، الإمارات، الكويت، وحتى إيران رغم العقوبات بتضلها لاعب مهم بأسواق النفط. ولكن الشيء اللي لاحظناه من وقت ما صار ثورة النفط الصخري بالولايات المتحدة، تأثير العوامل الجيوسياسية، العبء تبعولها على أسعار النفط أقل من ما كان من قبل. للبحث والتحليل أكثر ينضم إلينا من المنامة الرئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن الدكتور يوسف الشمري. مرحبا بك دكتور وشكرا لحضورك معنا. في الأسعار الحالية دكتور، قديش العلاوة الجيوسياسية التي تعتبر أنها هي موجودة حاليا في أسعار النفط؟ أهلا وسهلا أخت لبنى. حسب ما شاهدنا في الأسواق في الأسبوع الماضي، كان هنالك زيادة أو ارتفاع ملحوظ جدا في أسعار البرنت وأسعار الـ WTI. طبعا تجاوزت أسعار البرنت $70 وتجاوزت أسعار الـ WTI الحاجز $65 بعد التصعيد السياسي اللي حصل بين إيران والولايات المتحدة في العراق. طبعا هذه احد الاحداث الجيوسياسيه التي ساهمت في ارتفاع الاسعار، لكن هنا حدث هنا بعد ذلك انخفاض طبعا بعد تراوح حده التصعيد بين الولايات المتحده وايران، فهبطت الاسعار الى ما دون ال $58 لل WTI ولا الى حول $64 للبرنت. فطبعا هذه اي تصعيد جيوسياسي في المنطقه لا شك انه سيحدث نوع من تصعيدات في الاسعار في المنطقه، سواء كان هنالك زياده في انتاج او عدم زياده في انتاج، لان منطقه الشرق الاوسط تلعب حوالي على 30% من الانتاج العالمي في منطقه الشرق الاوسط. لكن مساله اللي هو زياده الاسعار، لو ننظر مثلا لو الاحداث الحادثه في الشرق الاوسط حصلت قبل 5 سنوات من الان او اكثر، كان الزياده ستكون بشكل اكبر، لكن هنالك في الوقت الحاضر زيادة من الإنتاج اللي من خارج منظمة أوبك، وهذا اللي هو حدد مستوى زيادة الأسعار إلى مثلا إلى خمسة بين إلى حوالي $5 طبعا لو مقارنة بما قبل حدوث أي تصعيد سياسي. فأعتقد هذه حاليا ما نشاهده في الوضع الحاصل على الأسواق. بي سي ماركتس، قديش الرينج اللي عم تحتسبوه للعلاوة الجيوسياسية لأي تطور في المنطقة؟ يعني قد عم بتحطوا رينج للارتفاع تقريبا؟ ننظر لأي شوكس، نسميها شوكس في الماركت، تحصل إذا صار أي تطور جيوسياسي، لكن هذه التطورات لا تأخذ يعني منحى طويل. لماذا برأيك؟ إلا زادت مثلا زي ما لما صار مثلا الحدث اللي حصل، لأن الماركت محكوم بالأساسيات. مثلا لما حصل الحادث اللي حصل في العراق أيام لما حدث مقتل القاسم سليماني، ارتفعت الأسعار إلى $71، لكن ما أخذت إلا يومين أو خلال يومين ورجعت إلى مستواها الطبيعي. يعني برأيك على المستوى الأفرج برايس اللي ننظر له على مستوى، تفضل قل لي الأفرج. فناخذ الافرج برايس، لنرجع الافرج برايس يتاثر بشكل جدا طبيعي وترجع الماركت للفندمنتالز اللي هي احتسبناها. فاحنا كنا احتسبنا اسعار بحوالي $64 إلى $65 البرنت في الربع الاول من عام 2020 وحوالي $61 للدبليو تي اي. فنلاحظ ان الاسعار تعود الى مستوى او الرصد اللي توقعناه قبل حدوث اي ماركت شوكس. ما افترضنا أي تطورات جيوسياسية من ناحية، لو نفترض السيناريوهات، ما افترضنا أي تصعيدات جيوسياسية. وفعلا لو تنظرين بعد ما حصلت الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، كان هنالك تصريحات من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، بخفض التصعيدات، أي تصعيدات سياسية. وبالتالي هذا اللي ما شاهدناه فعلا على أرض الواقع، ورجعت الأسواق
مطمئنة على حسب أوضاعها الطبيعية. فهذه احنا السيناريوهات اللي ماخذينها ايضا في شركه سي ماركت. اللي عم تركزوا عليه اكثر هو موضوع الاساسيات، العرض والطلب بالسوق، ومعتبرين بانه اي تطورات جيوسياسيه هي لا تاخذ يعني منحى ربما جدي اكثر من فتره قصيره جدا، وفي يعني من يستطيع ان يتدخل في السوق لمنع اي ارتفاعات والحفاظ على التوازن. نرى أن دور منظمة أوبك جدا مهم في محافظة على سوق، ونتوقع أن أي ماركت شوكس تحصل ستساهم أوبك في إعداد إعادة الأسواق إلى مستواها الطبيعي، بحيث أنها تأخذ مجرى معتمد على مسألة العرض والطلب. ننظر إلى مسألة كم المعروض في الأسواق، وهذا هو اللي يلعب بشكل أكبر على مستوى الأسعار. نرى أن الأسواق فيها إمدادات كافية من البترول. هنا بدي اسال الاوتلوك حاليا، نرى ان الطلب على بترول اوبك يعني سيكون عند معدل 28.40 مليون برميل في اليوم في خلال العام 2020، وهذا رقم احنا نشرناه في ديسمبر 2019. ولو تلاحظين التقرير اللي صدر من منظمه اوبك بالامس يعني اعطى ارقام قريبة يعني قلل توقعات الطلب على أوبك، وأرقام كانت قريبة بالأرقام اللي احنا نشرناها في ديسمبر 2019، اللي هو تتراوح بين طبعا أوبك يمكن شوية طالع عند 29 مليون برميل، احنا نرى انه 28.4 مليون برميل في اليوم مجمل اجمالي الطلب على البترول من منظمة أوبك. اجمالي الطلب البترول العالمي نرى انه سيكون حول 101 مليون برميل في العام 2020، زيادة حوالي 2 مليون برميل في البترول اللي صادر من خارج منظمة أوبك. فالنون أوبك سبلايز نظهر حوالي 67 مليون برميل في اليوم في العام 2020. دكتور يوسف، الآن هناك توجه نحو الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، ودول يعني تعتبر هي من الأعلى إنتاجا للنفط في العالم تتوجه الآن لأن يكون هناك تنويع في مزيج الطاقة لها. موضوع الطاقة المتجددة قديه محتسب لديكم بالفعل بأنه بيأثر ربما على معادلة الطلب والعرض على الطاقة في العالم، أو برأيك هذا الموضوع بعيد قليلا الآن؟ الطاقة المتجددة لما نجي نقارنها بالبترول طبعا تلعب دور كبير، ما نقدر نهمل دور الطاقة المتجددة. لأن البترول وين هو ذاهب؟ إلى القطاع المواصلات، النقل هو أكثر الحصة الأكبر في استهلاك البترول. فنمو الطاقة المتجددة سيساهم في نمو السيارات الكهربائية أو النقل بالكهرباء، فهو اللي قد يساهم في تقليل الطلب على البترول من قطاع المواصلات. بالتالي هذا لو نبي ننظر من الآن كم في حاليا احنا عندنا 7 مليون سيارة تعمل بالكهرباء على الطرق حاليا، مقارنة ب 1.4 مليار سيارة بمحركات الإحراق الداخلي. فلو نبي ننظر على من 5 إلى 10 سنوات حاليا بشكل أكيد أن عدد السيارات الكهربائية سيمكن سينمو بشكل كبير مقارنة بعددها الآن. لكن أيضا الطلب على السيارات اللي هو النقل حركة السيارات اللي هو الإحراق الداخلي أيضا سيزيد، فستساهم في خلال 20 سنة القادمة في وضع اللي هو بيك ديماند. قد نصل للمسألة البيك ديماند في حوالي 2040، اللي هي العام بعد هذا العام قد لا يكون هنالك زيادة في الطلب على البترول بسبب شكل أكبر اللي هو الزيادة الحركة الكهربائية. لكن بمقارنة هذا سيكون هنالك طلب أكبر على البترول من قطاع البتروكيماويات ومن قطاع الطيران ومن قطاع أيضا الهيفي دوتي فيكلز اللي هو قطاع النقل الثقيل. فهنالك تأثير من الطاقة المتجددة، لكن التأثير هذا سيأخذ في نظري لا يقل عن 10 سنوات حتى نرى الطاقة المتجددة فعلا تساهم في تأثيرها في الطلب على البترول. شكرا جزيلا لك الرئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن الدكتور يوسف الشمري. فاصل قصير نتابع من بعدها عالم الطاقة، وفيه الطاقة المتجددة بحاجة إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2030.
في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا فرانشيسكو لاكاميرا على ضرورة مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ضمن خريطة الطاقة العالمي خلال العقد المقبل لتصل إلى 57%، وهو أمر يستدعي زيادة الاستثمارات إلى 750 مليار دولار سنوياً من 330 مليار دولار حالياً. لم يكن أحد يستطيع أن يتخيل كيفية تطور الطاقة المتجددة في الأعوام العشرة الماضية. الطاقة المتجددة انتقلت من كونها مشروعات لم يستمر منها سوى القليل ليصبح تنافسيا، أما اليوم فأصبحت الطاقة المتجددة أكثر أشكال إنتاج الطاقة تنافسية في العالم. القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة تتزايد كل عام لتتجاوز الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة. العام الماضي شاهدنا انخفاضا في أسعار التقنيات بنسبة أكثر من 13%، أدى إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأسواق حول العالم. إذن الأعوام العشرة الماضية برهنت أن الطاقة المتجددة هي أنسب أشكال إنتاج الطاقة في العالم العصري. أشرتم إلى أن العالم بحاجة لمضاعفة استثماراته في مجال الطاقة المتجددة، وبنفس الوقت مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. هل أنت قلق فيما يتعلق بهذا الشأن؟ هل العالم يتخذ خطوات كافية باتجاه هذا الشأن؟ كما قلت تحديداً، لنكون على توافق مع نظام الطاقة منخفضة الكربون وهو ما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، علينا أن نضاعف الجهود. اليوم يبلغ حجم الاستثمار السنوي بالطاقة المتجددة 330 مليار دولار، ويجب زيادة هذه الاستثمارات لتصل قيمتها إلى 750 مليار دولار سنوياً. إذن ينبغي مضاعفة الجهود. ما نستطيع قوله هو أن التحول حاصل بالفعل ولا يمكن وقفه أو الرجوع عنه، لكن هذا التحول ليس سريعا بشكل كاف. إذا أردنا أن نكون على توافق مع ما جاء في اتفاق باريس، إذن الأسواق تعمل ولكن عملها هذا لا يكفي. دعنا ننتقل إلى جانب آخر يتعلق أيضا بالتقرير الذي أشرتم إليه مؤخرا، إلى أن هنالك نحو ربما 10 تريليونات دولار يجب أن تتوجه من الاستثمار في الوقود الأحفوري إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة. هل العوائد التي توفرها الطاقة المتجددة كافية لجذب المستثمرين؟ كما تعلم المستثمر في نهاية المطاف يهمه العائد الذي يحصل عليه. نذكر بشكل واضح في تقريرنا مسألة تهيئة الطريق لعام 2050 من أجل احترام ما ينص عليه اتفاق باريس، وهذا هو بالتحديد ما ينبغي القيام به. لقد قمنا بتقييم حجم الاستثمارات بقطاع الطاقة العالمي. نحن نتكلم عن 95 تريليون دولار من الآن ولغاية عام 2050، وقد رأينا أنه ينبغي تخصيص بعض من هذه الاستثمارات الجديدة إلى الطاقة المتجددة والتي قد تصل إلى 10 تريليونات دولار، وهو ما نرى أن هذا القطاع قادر على جذب هذه الأموال. ومن المهم أن ننتبه أن هناك تغيير في عقلية الاستثمار في الطاقة والتركيز على البيئة، فإلى أين ستذهب السيولة؟ وبالتالي نحن نأمل أن نتمكن من توجيه تلك السيولة في الاتجاه الصواب، لكن لا تستطيع الأسواق كلها تخطي التحديات المطروحة، وبالتالي علينا أيضاً أن نعمل على سياسات الحكومات، لأن البيئة القانونية المناسبة ليست جاهزة في كل الدول لاستقبال تلك الاستثمارات، لا في مجال الطاقة المتجددة فحسب، بل بشكل عام. ربما هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى، برأيك ما هي الإجراءات التي يجب على دول العالم اتخاذها لمضاعفة حصة مزيج الطاقة المتجددة؟ أو أيضاً ماذا يجب على أيرينا أيضاً أن تفعل لكي يذهب العالم بهذا الاتجاه؟ لقد سمعنا ربما عن توجهكم إلى إطلاق منصة للاستثمار في المشاريع المرتبطة بالمناخ. الخطوة الأولى تتمثل في أن هذا العام يسجل بداية عقد الفعل.
سنشهد هذا العام المؤتمر 26 للمناخ، وهو الوقت الذي تقدم فيه الدول من خلال اتفاق باريس والذي يدخل حيز التنفيذ الآن طموحاتها لتحقيق الهدف العالمي للمناخ. لقد تسلمنا تقرير من IPCC يشير إلى أهمية عدم تجاوز درجات الحرارة 1.5% فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فعلينا الإسراع والعمل باجتهاد خلال العقد المقبل. الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا تعمل بشكل أساسي مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي في إطار الوعد الذي قطعناه بمساعدة الدول الأخرى فيما يتعلق بخططها البيئية، وهذه النقطة الأكثر أهمية والتي تكمن في إنجاز التخطيط الصحيح. لقد ذكرتم منصة الاستثمار في مشاريع المناخ، وأنا متعلق جدا بهذه المبادرة. لقد أطلقناها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي ومبادرة الطاقة المتجددة للجميع بالتنسيق مع الصندوق الأخضر للمناخ، وهذه ستكون طريقة للربط بين الأفكار والمؤسسات المالية متعددة الأطراف من بنوك وصناديق والبنك الدولي. من جهة أخرى، ينبغي أن تنضم الشركات إلى المنصة لتتمكن من التواصل مع الجهات الحكومية التي توضح التغييرات البيئية القانونية اللازمة للاستثمار في أي دولة. إذن لابد من توفر الاستثمارات وبيئة تضمن الشفافية والخضوع للمساءلة، وأيرينا ستعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية في الشقين، الربط بين الأفكار والتمويل ومساعدة الدول على تأمين التغيرات البيئية القانونية الضرورية لجذب الاستثمار الخارجي في مجال الطاقة المتجددة. تستهدف الحكومات والمنظمات والشركات حول العالم خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 70% بحلول 2050 في محاولة لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى الدرجة ونصف الدرجة المئوية خلال العقد الحالي. إليكم هذا التقرير. وضعت الوكالات الدولية عام 2050 هدفاً لها لتجعل ثلثي الطاقة الإجمالية العالمية من مصادر متجددة، وبالتالي لتخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة بنسبة 70%. الطاقة المتجددة عنوان أصبح يتردد كثيراً بين أوساط منظمات الطاقة الدولية والمؤسسات المناخية، وذلك للعديد من الأسباب أبرزها أنها حل لمشكلات رئيسية، إذ تعد طاقة أمينة بالنسبة للمناخ ويمكن أن يتم توليدها بتكلفة تنافسية وأن تستحدث وظائف جديدة وصناعات مختلفة وسبل عيش مستدامة. الدول تتحرك باتجاه الطاقة المتجددة، ودول كإسبانيا التي لا تمتلك موارد طاقة أحفورية هي في مقدمة هذا التحول. أعتقد أننا يجب أن نتحول بسرعة جدا، لأنني أؤمن أن جزء من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 سيصبحون دون انبعاثات كربونية. إذن لدينا 30 عاما للتحول من اقتصاد معتمد على وقود أحفوري إلى اقتصاد معتمد على الطاقة المتجددة. وبحسب الإحصاءات تشكل الطاقة المنتجة من مصادر متجددة حالياً 17% من إجمالي الطاقة عالمياً، ومن المستهدف أن تصل إلى 63% بحلول 2050، ومن شأنها أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ب 70% من 33 جيجا طن حالياً إلى 9.8 جيجا طن بحلول 2050، والتي من الممكن أن تصل إلى 53 جيجا طن إن لم يتم التحول إلى الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة. وتتنوع مصادر الطاقة المتجددة التي تنخفض تكلفتها مع التقدم التكنولوجي، أبرزها الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ثم الوقود الحيوي المسال، ثم الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر الأخرى. ويوظف قطاع الطاقة المتجددة ما لا يقل عن 11 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. في دولتنا الطريقة الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء هي من المصادر المتجددة. حالياً تكلفة الكهرباء تصل ما بين 40 إلى 45 يورو في الساعة،
ولكن لإنتاج الكهرباء في إسبانيا من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تصل إلى 20 يورو، وهي أقل ب 50% من ناحية التكلفة، وهي مربحة للشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة. ولذلك نرى طموحات دولية مناخية أكبر مع مصادر الطاقة المتجددة، حيث تضع الحكومات أهدافاً لتسخير الطاقة النظيفة لخدمة الناس والكوكب وتعزيز الازدهار. أحد أبرز المبادرات التي تم إطلاقها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة كشف شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن خطتها الشاملة للاستدامة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمحافظة على البيئة. هذا ما كان لدينا خلال حلقة اليوم من عالم الطاقة، أترككم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.